من ينقذ نازحي مخيم الروضة بمأرب من الاعتداءات المتكررة؟ أكثر من 200 أسرة يواجهون خطر هدم مخيمهم دون توفير مأوى آخر. إذا لم تكن الدولة هي الحامي والملاذ للاجئين، فمن يكون لهم؟ أهلا بكم. نفذ نازحو مخيم الروضة بمأرب وقفة احتجاجية ناشد فيها رئيس الجمهورية ومحافظ المحافظة سلطان العرادة بالنظر إلى قضيتهم الإنسانية، حيث تعرض النازحون الذين يقتلون في أرضية تتبع جامعة مأرب، تعرضوا لحملات من السلطات الأمنية تطلب منهم مغادرة المخيم دون أي بديل. وتكتظ مدينة مأرب بمئات الآلاف من النازحين منذ الانقلاب على الدولة في سبتمبر 2014، فيما يعاني معظمهم من أزمة الارتفاع الجنوني لإيجار المنازل، حيث عجزت السلطات المحلية على حل هذه المشكلة منذ 4 سنوات. أكثر من 200 أسرة من مخيم الروضة بمأرب يفترشون الأرض وينتحفون خياما لا تقي حر الشمس ولا قسوة البرد. النازحون الذين قدموا من محافظات عدة وأكثرهم من حجة وضعوا خيامهم على جزء من أرض تابعة لجامعة مأرب، إذ لا بديل لديهم ولا إمكانية لاستئجار بيوت في ظل حمى ارتفاع إيجارات المنازل في المدينة المكتظة بالنازحين. كأمن مأرب احنا يعني نازحي متضررين، ما عاد يعني قدرنا ندفع الايجارات، ازواجنا في الجبهات، احنا مضحيين، واحنا من قبل الامن يعني مهددين، كل يوم يأتوا يهددونا بالشيولات لهدم المخيمات. يقول هؤلاء ان الامن هددهم اكثر من مره وطلب منهم اخلاء مخيماتهم، وعندما سألوهم الى اين اجابوا بان هذا ليس شأنهم. نفذ نازحو مخيم الروضة قبل أيام وقفة احتجاجية طالبوا فيها محافظ مأرب سلطان العرادة بوضع حل لمشكلة سكنهم ورفعوا أصواتهم. كيف لنا نحن من هربنا من بطش الميليشيا إلى حضن الدولة أن نعامل بهذا الشكل؟ لاسيما وأن كثيرا من أرباب هذه الأسر يقاتلون في صفوف الجيش. نناشدكم الله والرحم ونناشد كل حر للوقوف معنا ومع مظلوميتنا. ليس هذا هو مخيم النازحين الوحيد في مأرب، مخيمات عديدة تحوي مئات الأسر النازحة من جحيم الحرب لتستقبلهم حرب أخرى، حرب ارتفاع الأسعار التي تنتشر في محافظة مأرب بشكل جنوني. خلال سنوات الحرب الماضية استقبلت مأرب ما يقارب 2 مليون نازح، توسعت المدينة بشكل غير طبيعي وانتشرت فيها تجارة الكسب السريع والاستغلال مقابل غياب أي رقابة فعلية من قبل أجهزة الدولة هناك. مراقبون يرون أن تكريس صلاحيات في شخص المحافظ العرادة بالإضافة إلى سفره المتكرر والطويل إلى الرياض أدى إلى الحد من فاعلية أداء مؤسسات الدولة في المحافظة. فهل ستنجح مأرب في أن تصبح النموذج الذي يراهن عليه الكثير؟ إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ أحمد الكندي، أحد النازحين في مخيم الروضة عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أختي العزيزة، وأولا في البداية أتمنى أن تسمحوا لي أن أقدم شكري وتقديري باسمي وبالنيابة عن النازحين في مخيم الروضة أو ما نسميه نحن مخيم السائلة. نقدم شكرنا وتقديرنا لقناة بلقيس، هذه القناة الكريمة التي دائما ما تقف مع الإنسان اليمني في كل محافظات الجمهورية وتتلمس الهموم وتنقل الصورة الواضحة والطيبة. ونشكرهم ونشكر إدارة القناة ونشكر العاملين بالقناة، ونتمنى لهم التوفيق والسداد والنجاح دائما. إذن هذا واجبنا أستاذ محمد. قناتكم الكريمة شكري. نعم، هذا هو في معرض واجبنا تجاه. اسمحي لي أختي أن أوجه أيضا. تفضل. نشكركم من أعماق قلوبنا، وأيضا اسمحوا لنا أن نقدم شكرنا وتقديرنا لإخواننا وأهلنا
في محافظة مأرب التاريخ ومأرب الأصالة، ونقدم شكرنا للكبار والصغار والرجال والنساء في هذه المحافظة الكريمة الذي وعلى رأسهم محافظة مأرب المناضل اللواء الركن سلطان العرادة على استقبالهم لنا وضيافتهم لنا واحتوائهم لنا ولأسرنا في هذه المحافظة الكريمة بعد أن هجرنا من بيوتنا بسبب الحرب وعبث الميليشيات الإنقلابية التي دمرت البلاد شرقا وغربا. نعم، إذن قبل أن نبدأ في أساس حلقتنا أستاذ محمد، جزء منها ربما بلغنا قبل إعداد الحلقة، يعني خلال ساعة من ظهورنا، أنه تم اعتقال 2 من النازحين من قبل أفراد الأمن. أود أن تطلعنا على تفاصيل هذا الاعتقال. بالنسبة لهذا الكلام أنا لم يصلني خبر وليس عندي معلومات الآن، لأن أنا كنت موجود في مكتب القناة ولا علم لي بذلك. المسألة نحن نريد أن نتكلم عن قضية النازحين ونوضح صورة عن ما تم وما يتم في مخيمات النازحين. أولا قضية المخيم التي أثيرت والتي أدت إلى وصول نزول الحملات الأمنية والتهديد بإخراج النازحين من المخيم، هي بسبب هنا أنه قام البعض برفع تقارير مبالغ فيها إلى النيابة وإلى إدارة وإلى محافظة مأرب، مدعين أن النازحين يريدوا أن يتسلطوا ويسيطروا على أرض الدولة المتمثلة بما يسمى بالحرم الجامعي في مأرب، وهذا الكلام غير صحيح. ما الحقيقة وما تم هو أن جميع النازحين داخل المخيم، ولدي هنا قائمة عريضة بأسماء النازحين وقعوا فيها جميعا موقعين عليها وملتزمين بأنهم مستعدين للرحيل ومغادرة المخيم بمجرد أن تنتهي الحرب ويعم السلام في أرجاء اليمن الحبيب. لا يوجد هناك نية للتملك ولا يوجد هناك نية للسيطرة على أراضي الدولة، ونتمنى أن يتجاوب معنا المسؤولون في محافظة مأرب. وقد ناشدنا مسبقا في الوقفة الاحتجاجية رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ودولة رئيس الوزراء، وكذلك ناشدنا المحافظ محافظة مأرب لتشكيل لجنة للنزول للاطلاع على أوضاع النازحين. لدينا أكثر من 300 أسرة، أكثر من 200 أسرة نازحة في المخيم. نتعرض دائما لمسألة التهديد بإخراج المخيم وبسبب إشكالية أن هناك من قام ببناء بعض المساكن المخالفة، والحقيقة هو كما تعلمون وكما يعلم الجميع الأوضاع والظروف التي أحاطت بالبلاد هي من اضطرتنا للنزوح والخروج من بيوتنا. ونحن نؤكد دائما، وفي يدي الآن التأكيد الذي أحمله باسمي وباسم النازحين، هذه القائمة العريضة الطويلة التي هي موقعة من النازحين في المخيم يلتزموا فيها بعدم مطالبة الدولة بأي تعويض، ويلتزمون فيها بالخروج من المخيم، ويطالبون الأخوة في محافظة مأرب مستعدين، نقول نحن باسم النازحين مستعدين إلى أن نكون عونا لجهات الأمن في منع أي استحداثات داخل المخيم، ومستعدين للإبلاغ ورفع تقارير عن من يستحدث بناء داخل المخيم. الأبنية والمساكن التي يدعي البعض أنها بنيت داخل المخيم هي عبارة عن غرف وحمامات، أجلكم الله والسامعين، لا ترقى إلى مستوى أدنى مستويات الحياة الكريمة، لا تليق حتى عزكم الله بالبهائم. ولكن شدة البرد وشدة الحر وما يعانيها النازحون في من الغبار والأتربة وكذلك الظروف الصعبة هي التي جعلت الناس مضطرين لأن يعيشوا في هذا المخيم تحت أي ظرف من الظروف. نعم، فنحن نناشد المحافظ من خلال وقفاتكم الاحتجاجية سيد محمد، ونناشد الجميع للنزول إلى المخيم. نعم، من خلال وقفاتكم الاحتجاجية وهذه الورقة التي سطرتموها بالالتزام بالخروج من المخيمات في حال ما سمح لكم بالعودة إلى منازلكم، ما هو رد السلطة المحلية عليكم؟ إلى حد الآن يعني نحن لم نتلقى أي رد ولم يتجاوب معنا أحد سوى قناتكم الكريمة التي توصل صوتنا، ونتمنى أن يصل صوتنا وصوت النازحين إلى الجهات العليا للتعامل بإيجابية مع موضوعنا. هم يريدوا أن نخرج من المخيم ونحن أكثر من 200 أسرة نازحة، إلى أين نذهب؟
إلى أين نتجه؟ لدينا نساء وأطفال، ولدينا في المخيم أسر تعيش تحت الطرابيل وتحت الخيام، تتكون بعض الأسر من أكثر من 10 أفراد، يعني نازحون. فإلى أين يذهب الناس وإلى أين يتجهون؟ الناس هربوا ونزحوا من جميع أنحاء البلاد إلى محافظة مأرب، إلى أرض الأمن والأمان، يطلبون الأمان، يطلبون السلام، لا نريد فسادا في الأرض ولا تخريب. أملنا وهدفنا الوحيد أن نعيش بسلام، وقد أعلنها دائما في وقفتنا الاحتجاجية، والآن من خلال قناتكم نقول لقيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب، ونقول للمحافظ بأننا وجهنا ونوجه هذه الرسالة إليه بالتزامنا بأننا مستعدون للخروج من المخيم متى ما تم السلام ومتى ما عاد الأمن والاستقرار إلى بلادنا. لا نبغي أن نستولي على أرض أحد، ولا نريد السيطرة على أرض أحد، ولهم الحق أن يتأكدوا من ذلك بأنفسهم. نعم، إذا يعني ما هو تفسيرك لضعف الرقابة في السلطة المحلية إلى هذا الحد؟ يعني مجرد أن تم الإعلان بأنكم تريدون السيطرة على أراضي الدولة، تم على فورا يعني الأمر بخروجكم من المخيم، يعني لما لم تنزل لجنة كما طلبتم لتقييم الوضع؟ يا أختي الكريمة، المسألة أن احنا الآن لم نجد أحد يتجاوب معنا، حتى المنظمات وحتى المنظمات حقوق الإنسان ومنظمات النازحين في مأرب لم يسمع صوتنا أحد. أنتم الوحيدون الذين فتحتم لنا أبوابكم لنوصل رسالتنا عبر قناتكم الكريمة. الأصل في الكلام، نحن نريد أن ينزل اللجنة إلى المخيم من محافظة من مكلفا من محافظة المحافظة، نحن مستعدين لأن نتعاون معهم. أيضا هناك مطالب وهناك أشياء نريد أن نقدمها لكي يلتفتوا بنظرة يعني بنظرة إنسانية للمخيم وساكني المخيم. نحن نعاني في المخيم من عدم وجود مياه صالحة للشرب، نعاني من شبكة الكهرباء والأسلاك المنتشرة في أرجاء المخيم، والتي قد ربما ولا قدر الله تحدث كارثة كبيرة لا يحمد عقباها داخل المخيم. بالإضافة إلى خوفنا لكون المخيم يقع في السائلة من السيول، ونتمنى أيضا من محافظة مأرب أن ينظر، وهذه الرسالة أوجهها لأن النازحين في مخيم السائلة مخيم الروضة حملوني أمانة، وهو أن ينظر في قضية من تم اعتقالهم من إخوة من النازحين يعني في مخيم السائلة. نعم، مخيم الروضة كم عددهم بسبب أو على ذمة قضية البناء داخل المخيم؟ كم عددهم أستاذ محمد؟ ما يقارب 13 إلى 14. نعم، ما يقارب يعني 13 إلى 14. ما هو سبب اعتقالهم معتقل. يعني لما هم من تم اعتقالهم؟ السبب يا أختي الكريمة أنه تم اعتقالهم بسبب أنهم قاموا ببناء بعض الدشم وبعض الحمامات، أجلك الله وسامعين، التي هي يعني حقيقة لا تستاهل أن يتكلم عنها لأنها ليست شيء، يعني معرضة حتى لو جاءت الرياح ستأخذ المخيم بمن فيه. وقام نزل الأمن وتم اعتقالهم، وهم الآن موجودون في السجن المركزي بمأرب. نطالبهم بالإفراج عن أخواننا هؤلاء المساكين، وليس هناك جناية كبيرة، ليس هناك جرم يستحق الاعتقال والتحويل إلى النيابة ومن ثم التحويل إلى السجن المركزي. ونتمنى أن يسمعوا صوتنا، نحن يمنيين ونحن مسلمين، ولم نأتي لا من الهند ولا من باكستان ولا من الصومال، نحن يمنيين. إلى أين نذهب؟ إلى أين نتجه؟ إلى أين نقف؟ يعني نريد نحن وأطفالنا حل، نحن لا نريد أن نبقى في المخيم تعنتا. إذا كان هناك حلول لدى الدولة ممثلة بالسلطة المحلية في مأرب، وهم قادرين على أن يوجدوا لنا حل بإيجاد مكان آخر كمخيم يعني توفر فيه جميع وسائل الحياة الكريمة من الماء والكهرباء وما إليه، فنحن مستعدون للخروج. أيضا بدل أن يتم مداهمتنا واصلوا باستمرار، نريد أن ينزل الإخوة لينظروا إلى حالنا، نريد أن ينزلوا لينظروا إلى حالنا. أطفالنا يعني بدون تعليم، نظرا لكثافة الطلاب في المدارس في مأرب،
لم نستطع أن ندرس أطفالنا، وقد طالبنا أن يعطونا حتى خيمتين، ونحن مستعدين على أن نتعاون معهم. ويوجد بعض النساء المتعلمات في المخيم من نساء الإخوان النازحين مستعدات لأن يقومنا بتدريس الأطفال في المخيم. كل ما نطلبه توفير أبسط وسائل الحياة الكريمة. لا لنا هدف بالاستيلاء على أرض الدولة، ولا نريد البسط على الأراضي، ولا نريد التملك. وهذا يا أختي الكريمة ما تم الاتفاق عليه وما تم التوقيع عليه من النازحين جميعا في المخيم. نعم، إذا يعني هناك من يتساءل أستاذ محمد، يعني النازحون التجأوا للدولة هربا من بطش ميليشيا الحوثي، يعني إذا لم تكن الدولة هي الحامي والملاذ الآمن بالنسبة لهؤلاء النازحين فمن لهم؟ نحن كما قلت لك سابقا يا أختي الكريمة، نحن هربنا من نار الميليشيات، هربنا من جحيم الميليشيات، هربنا من تهديد السلاح والاعتقال والتعذيب في سجون الميليشيات في جميع محافظات الجمهورية. هذا الحال لا يخفى على أحد. وأخرجنا وهجرنا من بلادنا تحت أفواه البنادق، وهذا هو الأمر الذي دعانا للنزوح إلى هذه المحافظة. صح. أما أننا يعني كما يقول القائلون أو كما يضلل المضلون، لأننا أعتقد أن هناك من يرفع حتى بتقارير مغلوطة مبالغ فيها للمحافظ، وعلى إثر ذلك تنزل الحملات الأمنية. نتمنى منهم أن ينظروا إلينا بعين الإنسانية ويأتوا إلينا ويتفاهموا معنا ويأخذوا منا هذا الالتزام وهذا الإقرار الذي وقعناه جميع النازحين وهذا الالتزام، وينظروا لنا حل. يعني نريد حل مستعجل، يعني نعم. إذا أستاذ نريد حل مستعجل للجميع، للجميع اللي ما في مصلحة الجميع. نعم، يعني أنتم في هذا المخيم الذي يراد إزاحته أستاذ محمد، يعني لا تتوفر فيه كثير من مقومات الحياة كما تفضلت، لا تعليم، لا مياه صالحة للشرب، لا كهرباء. إذن يعني هل حاولتم التواصل؟ لنقل أن السلطات المحلية عليها ضغط شديد من عدد النازحين، ربما يعني دعنا لنقل ذلك، هل حاولتم التواصل مع منظمات إغاثة، مع منظمات محلية وخارجية أيضا للنظر في مطالبكم؟ اليونيسف مثلا تدعم التعليم بالنسبة للأطفال، منظمة الغذاء العالمي قد تدعمكم بالمخيمات وبالأماكن الصالحة، هل حدث ذلك؟ نعم يا أختي الكريمة، تواصلنا مع الكثير من المنظمات ومع كثير من الجهات، ولكن للأسف كل ما نلقاه منهم وعود، ويأتوا إلينا إلى المخيم ويسجلوا أسماء النازحين ويسجلوا متطلبات النازحين، ثم ما أن يغادروا المخيم إلا وتنتهي الحكاية عند هذا الأمر. بالنسبة لجهود السلطة المحلية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يوفقهم. وما يتم اليوم من نزوح كبير يعني في محافظة مأرب، حسب المعلومات الذي عندنا أكثر من 3 مليون نازح. نحن من هؤلاء نريد أن يصلنا، بس الآن المطلب الوحيد أن يدعونا نسكن بسلام، يدعونا بأمان، نأوي أطفالنا في هذه الخيام حتى تنتهي الحرب، ولهم منا العهد والولاء أن نرحل دون قيد أو شرط. نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد الكندي، أحد النازحين في مخيم الروضة. نأمل أن يتم الاستجابة لهذه المطالب. كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وينضم معنا عبر الهاتف السيد نجيب السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور، أهلا وسهلا بك أختي العزيزة. أهلا بك أستاذ نجيب، وكونك مسؤولا حكوميا عن أوضاع النازحين، نود أن أسألك ما هي المعالجات التي اتخذتموها بشأن نازحي الروضة أو مخيم الروضة في مأرب؟ أولا كنت أتمنى أن أسمع ما دار في السابق مع الإخوان النازحين لكي أكون أكثر اطلاع. نعم، دعني ألخص لك الوضع. إذن يعني ألخص لك ما طرحه الأستاذ محمد الكندي، أنه تم رفع تقارير عن هذا المخيم بأنهم يريدون التملك في أراضي الدولة، وحقيقة الأمر أنه تم بناء بعض الأماكن العشوائية والحمامات أعزكم الله لأجل بعض النازحين، وتم رفض ذلك ومحاولة إزاحتها والمطالبة لهؤلاء النازحين بالخروج. نعم، كثير
يعني كثير من النقاط التي طرحها أيضا أنه لا يتوفر في هذا المخيم أدنى يعني مقومات الحياة، البرد يهاجمهم لذلك اضطروا لبعض البناء، لا يوصلهم دعم، لا توجد يعني على الأقل خيمتين كما تفضل للتعليم، لا يوجد يعني أسلاك الكهرباء متشعبة في أكثر من مكان وقد تسبب كارثة إنسانية، موقع المخيم أيضا على طريق السائلة وقد يخشون لا سمح الله بعض السيول. شكرا. عموما انا بحسب المعلومات الاوليه بالنسبه لمخيم او تجمع النازحين في منطقه الروضه في مأرب، الاشكاليه ان بعض النازحين قاموا بالبناء بلوك واسمنت بشكل عشوائي فعلا. نعم طبعا هذا يثير مشاكل كثيره في اي مكان، أصحاب الأراضي يخشون من التملك لذلك يتم اعتراضهم. الأراضي مملوكة للدولة يعني هم في ساحة نعم جامعة مأرب، يعني الأراضي مملوكة للدولة وقد تعهدوا كما تفضل تعهدوا للدولة بالخروج حال عودتهم إلى مساكنهم. أعرف أن الأرض مملوكة للدولة لجامعة مأرب أو جامعة سبأ. هناك إشكالية عندما يقوم النازح بالبناء بشكل بناء واستقرار، هذا يشكل عائق مستقبلي لاستعادة الأرض، هذا جانب. الجانب الآخر أنه عملية البناء تمت في منطقة مجرى السيل وحياة النازحين مهددة في أي وقت كان. السلطات المحلية في مأرب مشكورة تبذل جهود لاستقبال النازحين بقدر إمكانياتها، خصصت أماكن بجهات الجفينة للنازحين يقوموا بالتواجد هناك أفضل من هذه الأماكن. هذا بحسب التقرير الأولي الذي رفع لنا اليوم بشأن هذه القضية. يعني تم تخصيص أماكن لهم ورفضوا الذهاب إليها، يعني هم يتحدثون أستاذ يعني هل يعقل أن يوفر لي سكن أفضل مما أنا عليه وأرفض أستاذ نجيب؟ يعني ليس سكن يا أستاذ، لا يتوفر سكن، ولا السلطة المحلية تستطيع أن توفر سكن أو خيام أو يعني وضعنا يعني لا يخفى على أحد، لكن هناك أماكن وفرتها أرض وفرتها السلطة المحلية لغرض أن يسكن النازحين في هذه الأرض ويصبوا خيامهم في هذه الأماكن. نعم إذن دعني أسألك أستاذ نجيب، يعني الدولة تخشى تملك هؤلاء مستقبلا رغم يعني تعهدهم بورقة بأنهم سيخرجون حال عودتهم إلى منازلهم، وتخشى عليهم من السيول، يعني هم الآن في خيام أيضا هم معرضون لهذه السيول، ولكن السؤال إذا كانت السلطة المحلية عاجزة للضغط الشديد عليها من عدد النازحين، فما هو دوركم أنتم؟ ما هو دور الحكومة الشرعية؟ هناك تحالف يقف وراء هذه الشرعية، ألا يفترض أن يوفر أدنى يعني مستوى للعيش الكريم لهؤلاء النازحين؟ يعني توفير مساحة من الأرض لا يعني أنني ساعدتهم، بعضهم حتى لا يملك قيمة الخيمة، وما الذي تعني خيمة في برد مأرب الذي يعيه الجميع؟ أيضا لابد من المخيمات على الأقل أدنى حدود السلامة، أدنى حدود توفير المياه والكهرباء وما إلى ذلك. بالنسبة للموضوع النازحين واحتياجات النازحين، هي احتياجات كبيرة، هناك تقديم مساعدات بقدر المتاح من قبل المنظمات الدولية، من قبل التحالف، من قبل الإخوة مركز الملك سلمان، هذا بشكل عام. بالنسبة لمحافظة مأرب، تعلم جيدا بأن محافظة مأرب هي أكبر محافظة تحتضن أو ثالث محافظة تحتضن النازحين. لم تثر مشكلة، رحبت بالنازحين منذ البداية، حتى مواطنين بادر ومواطنين قبائل أعطوا النازحين قطع أراضي من أجل السكن. لكن موضوع الروضة هذا تحديدا، هناك إشكالية البناء، هذه نواجهها في كل اماكن النزوح. اي نازح يريد يبني هذا يمنع طبعا، لا يتم القبول،
من المجتمع المضيف، من الجهات التي تمتلك الأرض. لذلك في مأرب خصصوهم بساحة مخصصة، ونحن الآن في مأرب نقوم بدراسة مخيم، لعمل مخيم نموذجي للناجحين، لا زال تحت الدراسة هذا العمل. نعم. لكن الإشكالية أستاذ نجيب، يعني مواضيع وجود مخيمات تحت الدراسة، النازح لا يعني ليس لديه الطاقة لتحمل مسألة الدراسة والانتظار، يعني 4 سنوات تقريبا وهناك معاناة حقيقية في مسألة النزوح في مأرب التي تعد يعني نسبة الأمن فيها أعلى من أي مكان آخر، ويشعر النازح فعلا باستقبال أبناء مأرب كما تفضل ضيفنا السابق الذي وجه شكر كبير لأبناء مأرب على سعة صدرهم واستقبالهم لهؤلاء النازحين. لكن يعني يتحدث معنا الأستاذ محمد الكندي أنه لا أحد تواصل معهم، لا منظمات إغاثية محلية ولا خارجية، وكأن يعني كأن يتم معاقبة هذا المخيم، لا مكان صالح للحياة ولا أحد يصل إليهم، وحين اضطرت الدولة للتواصل معهم اضطرت لإخراجهم من أماكن ربما وجدوا فيها أبسط مقومات الحياة. أنا أتمنى أن يعني يتم قراءة القضية في سياقها الصحيح. مأرب استقبلت أكثر من 200 إلى 300 ألف نازح، تم الترحيب بهم، لا أحد يضايقهم، لا أحد يتكلم معهم سواء سلطة محلية أو عفوا، هذا ما تحدثنا عنه أستاذ نجيب، يعني هذا ما تحدثنا عنه. نعم، وهذا هو سياق القضية. ما حدث الآن أستاذة، ما حدث الآن هو عملية نتجت عن قيام بعض النازحين. نعم يا أستاذ، القضية في المحكمة لأجل 2 حمامات، يعني ألا يستدعي ذلك الاستنكار من الجميع؟ هذا يعني كيف تطالبني بقراءة الوضع في سياقه المعقول، ونحن نتحدث عن فعلا استقبال مأرب ولم نتجنى على أحد في هذا الموضوع، ولكن أقول لك أن الدولة حين تواصلت معهم لم تتواصل معهم إلا لأجل الاعتقال وإخراجهم يعني من أماكن نزوحهم بأدواتها الخشنة، لا يعقل ذلك. إخراجهم من يا أستاذ، نحن لا نرضى بأن يكون النازح ينتهن كرامة النازح أو أنه لا يحصل حقوقه. النازح له حق علينا بتوفير السكن اللائق وتوفير الحماية الكاملة، لكن دخول النازح في قضية في موضوع اعتقاء يعني موضوع التملك أو بناء دائم، هذا يسبب إشكالية، يسبب لنا إشكالية. نعمل أستاذ نجيب، يعني نضيفه مع السلطة المحلية. لحظة، خلينا طبعا. صدر. ما الذي يمنع أن ينتقل النازح هذا الذي موجود هنا بدل ما يبني هناك قطعة أرض مخصصة للنازحين؟ ما المانع؟ هذا واحد. الموضوع الثاني بالنسبة للمنظمات الدولية، مأرب تعرضت لظلم وإجحاف كبير وتناسي من قبل المنظمات بشكل عام لتقديم الخدمات، ما عدا الإخوة في مركز الملك سلمان مشكورين. نعم، إذن ربما هذا هو دوركم أستاذ نجيب، يعني في إيصال معاناة. تمام، أوكي. الآن نحن بتواصل مع الإخوة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتحديدا الدكتور نزار باصهيب، لمخاطبة الهجرة والمنظمات الدولية بإقامة إعادة مسح شامل وتقييم احتياجات للنازحين. نعم، إذا سمحت أستاذ نجيب، نعم إذا سمحت لي فقط بالبقاء لوهلة بسيطة للاستماع لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وهو السيد محمد عبدو الذماري، أحد النازحين في مخيم الروضة. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أختي الكريمة، وأولا أقدم شكر للقناة بلقيس، لأني هي الوحيدة التي استمعتنا ونزلت إلى مخيم النازحين. طيب يا حاج محمد، يعني أود أن تحدثنا عن مشكلتك، يعني هل قالوا لكم يعني بأن تذهبوا إلى أرض أخرى، أم ما الذي حدث معكم بالضبط؟ والله أجوا لنا وقالوا نخرج من المخيمات، لا أينه لا أعلم، معنا مخيمات، احنا نزحنا إلى أرض مأرب ندور الأمان، ندور المعيشة، ندور أن
نسكن احنا وعيالنا في امان. نعم اذا نسير النسير. انا قعدت شهر قعدت. تفضل تفضل. قعدت انا شهر لين صلحت الخيمه هذه، وانا اسير اشقي ابكر الجوله المجمع اشقي واروح اصلح لي حمام، واسير اشقي واروح اصلح لي اي حاجه في البيت. اخرج اين اخرج؟ نعم يعني بالكود اني اصلحت المخيم هذا قد شقيت لو ما تقطع جلدي فيه. نعم اذا لا منظمات تجينا لا اقاثه تجينا. طيب اسمح لي يا حاج محمد يعني اعود. نعم للاستاذ نجيب يعني ساكتفي بهذا القدر من الاجابه. قالوا لنا ان نخرج الى اين لا نعلم، يعني لما يعني اردت ان اضعك فقط بالصوره، يعني الى اين يخرج فعلا هذا النازح؟ لما لم يحدثوا عن الارض البديله التي تتحدث عنها؟ ولما على الاقل لا يعوض من خرج الى العمل لكي يبني له حمام او غرفه لكي يستطيع اعاده ما تم فقدانه في الارض الغير مسموح بها؟ لابد بالنسبه للنازح لابد ان يخرج من اذا خرج يتم اخراجه الى مكان مخصص للنازحين. من سيتبنى هذا الموقف استاذ نجيب؟ يعني اذا كان نحن في الوحده التنفيذيه ابلغني الان الاخ المنسق الوحده في الاقليم الاخ عبد الواحد رجمان، وكلفناه بان ينزل غدا ويتواصل مع السلطه المحليه مع علمنا المسبق بوجود ارض مخصصه للنازحين من اجل مساعده النازحين تحديد ارض بعيده عن الاشكاليات، تحديد من اجل وضع معايير للاقامه المطلوب من النازح وحق النازح ما له وما عليه. نعم إذن بارك الله في جهدكم إن تم ذلك فعلا وهذا ما نأمله. سنتابع الحدث ونأمل فعلا أن تتواصلوا معهم عبر منسقكم في المنطقة. شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود لك حاج محمد، يعني أود أن تحدثني يعني المخيم اللي أنت ساكن فيه عبارة عن خيمة أو بنيت غرفة أو يعني في ما هو المكان الذي تسكن فيه؟ والله يا أختي أنا معي خيمة وحمام، الفرش ما فيه، ساعة أقلع الخيمة حق أقلع الخيمة وأفرشها وأركب طربال، والصباح أبعد الفرش وأطلعها وأطلعه السقف ها وكذية، لا حر النهار نقاتل الحر بالكراتين، الليل معي أنا ثنتين بطانية، ساعة يدفوا بها العيال وساعة أنا. طيب الحمام اللي انت بنيته نعم هل حد كلمك من قبل انه ممنوع البناء في هذه الاماكن؟ هل كنت على علم بذلك؟ لا والله بنيت لا احد كلمني ولا حد جاء، ما جاء الخبر هذا الا بعد ما الناس بنوا وكملوا. طيب يعني ما هي مطالبكم اللي تجي من عندنا؟ ما حد يكلمنا. نعم إذن ما هي مطالبكم حاج محمد للسلطات المحلية لأيضا إدارة مخيمات النازحين؟ يعني يتفضل معنا الأستاذ نجيب قال بأنه سيرسل لكم غدا أحد الإخوة لمساعدتكم ولإيصالكم إلى الأرض الأخرى، هل أنتم على استعداد للذهاب للمكان الجديد الذي يتحدثون عنه؟ والله يا أختي معنا طلاب يدرسون، معنا أطفال في مدارس، وين نوديهم؟ طيب يعني أكيد بالتأكيد بتطرحوا لهم كل إشكالياتكم إذا تم نعم إذا تم يعني وضع حلول لكل هذه الإشكالات ضعوها لهم، لكن أود أن أسألك يعني الآن بوضع المطالبة لكم بالخروج، هل أعطوكم مهلة؟ القضية الآن في المحكمة، ما الوضع بالضبط؟ والله الوضع يا اختي الوضع انه قاسي، انا ما اقدر اني اخرج الى اين اخرج؟ انا نعم. كودي اسير اطلب الله على اشقي على جهالي، ابكر فجر اروح مغرب. طيب أروح الله يكون في عونكم حاج محمد عبدو الدماري احد النازحين في مخيم الروضه، كنت معنا عبر الاقمار الاصطناعي من مأرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، كاميرا بلقيس تجولت في المخيم واخذت اراء بعض
النازحين من هناك، نذهب إليهم ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة. والآن عيالنا بكل جبل ما استخدمناهم قتلناهم، وإحنا يا ابني هربنا لا ولا لحد الآن قاولنا يستهدفونا، وإحنا جالسين لا حتى المواد الغذائية ما عندنا لنا ولا خسروا علينا حاجة، إحنا جالسين مداربنا إلا الله كيف عملنا كم ضحينا معهم بعيالنا وجمعنا معانا ولادنا خربنا واحنا مشينا نحن غربوا لهم. ولا انا شو استوي عملهم؟ قال شو تقوا احنا قحنا ساكنين قال خرجونا الشارع شو قوا برا. جو يهدموا علينا المخيمات بامن مارب، احنا يعني نازحين متضررين ما عاد قدرنا ندفع الايجارات، ازواجنا في الجبهات احنا مضحيين، واحنا من قبل الامن يعني مهددين كل يوم يأتوا يهددونا بالشيولات لهدم المخيمات، واحنا ناشد الحكومه ومحافظ مارب ان يبصرونا يعني بعين الرحمه والشفقه، نحن ناشد الحكومه الشرعيه الى اين نلتجئ؟ يعني احنا سرنا من بلادنا من المخيمات من بلادنا يعني الى المخيمات بسبب تشردنا من قبل الحوثيه لهدم منازلنا يعني وتفجير منازلنا، التجينا الى هنا الى المخيمات يعني، والناشد الحكومه الشرعيه مره اخرى ان يربوا الينا بعين الشفقه والرحمه. النازحين من جميع المحافظات خرجنا مما نعانيه من اتعاب من مشاق ومن غلاء ومما تسبب لنا من رجال الامن لخروجنا، واعطحنا انذار ولا يهدموا بيوتنا، قد هدموا قبلها ونحن اخوه، نحن نزحنا من بلادنا من ظلم وجور الحوثيين اللي وضعوا احنا في السجون وكنا في المعتقلات وخرجنا الى هنا. إذن مشاهدينا الكرام، لاستكمال هذه الحلقة التي تتحدث عن حماية نازحي مخيم الروضة، مسؤولية من؟ وسيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية أيضا السيد أمين الشامي، وهو مدير ائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية من مأرب. مساء الخير أستاذ أمين. تسمعني أستاذ أمين؟ نعم، يبدو أنه لا يسمعني وصوته أيضا لا يصل إلي. مساء الخير أستاذ أمين. الآن تمام، مساء الخير أختي الكريمة، أهلا وسهلا. أهلا بك. نعم أهلا بك أستاذ أمين. بطبيعة الحال مأرب هي المحافظة الأكثر أمانا بالنسبة للنازحين، وهي تتسع لعدد مهول من هؤلاء النازحين أتوا إليها من جميع المحافظات تقريبا، لكن الأمر لا يخلو من تعسفات تطالهم هنا أو هناك. كيف تقيم وضع النازحين في مأرب وخاصة مخيم الروضة؟ بداية أختي الكريمة، نتقدم بالشكر الجزيل لقناة بلقيس على استضافتنا في هذه الحلقة، ونشكر إدارة القناة على إبرازها لدور النازحين، وقد تميزت حقيقة في هذا الجانب الذي تمناه وتمنته كثير من أسر النازحة، إبراز معاناة النازحين. في الحقيقة ما شاهدناه قبل قليل هو نوع من أنواع المعاناة التي يعاني منها النازحون في مدينة مأرب أو في المناطق المجاورة لمدينة مأرب، وحيث تعيش آلاف الأسر النازحة حالة شتات جماعي، وحيث أن منازلها تضررت فصارت هذه الأسر مشردة في العراء، تلتحف السماء وتفترش الأرض، وفقدت الكثير من مصادر دخلها، بل فقدت جميع مصادر دخلها. حقيقة المعاناة فوق ما نتخيل، وقد زرت العديد من المخيمات ونشرف على العديد من المخيمات كذلك، فنجد معاناة تدمي لها القلب في شتى الجوانب، سواء في جانب الأمن الغذائي أو في جانب الإيواء والمأواء أو في جانب المياه والإصحاح البيئي أو بقية الجوانب التي يعاني منها النازحون. نعم، إذن يعني ماذا عن مخيم الروضة؟ أعيد لك السؤال، ما المعاناة التي تطال هؤلاء؟ كما ذكرت لك أختي الكريمة أن المعاناة بشكل عام
سواء في مخيم الروضة، وأتكلم هنا عن المعاناة الإنسانية وليست عن الإشكالية التي يعني حصلت اليوم كما سمعناها ولم أسمعها إلا قبل دخولي إلى الاستديو. فهناك معاناة كبيرة في شتى المخيمات كمخيم الخانق الذي يحتوي على أكثر من 1000 أسرة نازحة، وكذلك مخيم الميل ومخيم الفاو الذي استحدث أخيرا قبل شهور بسيطة. هناك معاناة في الجانب الإنساني، يعني العديد يعني كثير من الأسر أو كل هذه الأسر تجلس شهور عديدة لا تجد سلة غذائية واحدة للأسف الشديد، وإذا جاءت تكاد لا تكفي لأسرة أكثر من 10 أيام. من المشاكل أو المعاناة التي يعاني منها النازحون أيضا موضوع الإيواء وموضوع المأوى. نلاحظ أختي الكريمة أن هناك أعداد كبيرة من الأسر تعيش في العراء، وهناك كثير من الصور الدالة على ذلك. أحضرت لك بعض النماذج. هذه الصور كهذه الصورة، هذه واحدة من النماذج التي تعيش هذه الأسر داخل العشش، والأطفال يعيشون في العراء، وهذه نوع من أنواع المعاناة. كذلك أدوات المطبخ نجدها كذلك في داخل عشة، هذه العشة عبارة عن حطب وبعض الأشياء البسيطة التي لا تقي لا من الحر ولا من البرد للأسف الشديد. المعاناة كبيرة أختي الكريمة حتى على مستوى الصرف الصحي. نعم. يعني لدينا في مخيمات النازحين بشكل عام أن إحدى المشاكل الكبيرة وإحدى المشاكل الهامة اللي هي موضوع الصرف الصحي. يعني تخيلي أن المرأة تجلس إذا أرادت أن تدخل الحمام من الليل إلى اليوم الثاني في الليل، وهذه حالة لا يستطيع أن يتحملها يعني الرجل صحيح، ما بالك بامرأة أو طفل. أختي الكريمة مهما شرحنا فالمعاناة كبيرة. إذا ما هو دور برأيك الحكومة الشرعية ودول التحالف التي تقف خلفها إزاء هؤلاء النازحين الذين فروا من جحيم الميليشيا لمنطقة محررة تنعم نسبيا بأمان واضح وملحوظ؟ بدوري استغل هذه الفرصة السانحة. نعم تفضل. لأدعو وأكرر دعوتي مرة أخرى إلى الحكومة الشرعية وإلى مركز الملك سلمان والتحالف العربي وإلى المنظمات الدولية. المنظمات الدولية التي للأسف إلى اليوم لم نراها في مأرب إلا على استحياء، هناك آلاف الأسر، وهناك يعني آلاف النساء وآلاف المعاقين يعيشون في المخيمات، وهذا نموذج لإحدى المخيمات الذي يسكنه أكثر من 2000 أسرة وهو مخيم الفاو. هذه كلها للأسف الشديد لم نجد أي منظمة دولية تتدخل تدخل مباشر، رغم أننا استبشرنا قبل 8 شهور أن الأرشا زارونا إلى مدينة مأرب ووعدونا أنهم سيبدأون بالتدخل، لكن للأسف الشديد لماذا برأيك لم نجد أي تدخل خاصة في المخيمات كمخيم نعم. الخانق. ما هو السبب برأيك أستاذ أمين؟ السبب في ذلك لم نجد له أي تفسير إلا أنه أنهم يواجهون ضغوطا خاصة من صنعاء أو يعني من قبل يعني من كانوا سببا في تشريد هذه الأسر ومن كانوا سببا في تشريد هؤلاء الناس، رغم أنهم وعدونا أكثر من مرة أنهم سيتدخلوا، لكن للأسف الشديد إلى الآن لم يتدخلوا إلا على استحياء ولم يكن بالوجه المطلوب. ومن هنا أوجه الدعوة مرة أخرى إلى المنظمات العاملة في المجال الإسلامي وعلى الإنساني وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة أن يفتحوا مكاتب لهم هنا في مأرب ويبدأوا بالتدخل، لأنه كلما مر يوم كلما زادت حالة الناس أسى وزاد ألم الناس وزادت معاناتهم. هناك الآلاف فقدوا وظائفهم، هناك آلاف الأسر فقدت مزارعها، هناك آلاف الأسر دمرت بيوتها، هناك آلاف الأسر لم تجد مصدر قوتها، هناك أسر أصبحت لم تأكل في اليوم إلا وجبة واحدة.
بل قد شاهدنا أن هناك أسر إذا حصلت على قضمة الرز نجد أنهم يطحنونها ويعملونها خبزا ويأكلونها في اليوم وجبة واحدة. لا أبالغ في هذا الكلام، فنحن شاهدون على ذلك، لكنني أكرر النداء إلى الحكومة الشرعية وإلى مركز الملك سلمان والمنظمات الدولية بمضاعفة جهودهم وسرعة التدخل. وهناك تدخل حصل في الفترة السابقة حتى نكون عادلين، حصل تدخل من مركز الملك سلمان وبعض الجهات المانحة، لكنه ليس على المستوى المطلوب للأسف الشديد. نتمنى أن نكون استطعنا أن نوصل جزء من أصوات هؤلاء النازحين ومطالباتكم أيضا. شكرا جزيلا لك أمين الشامي، مدير ائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.